مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو قال إحدى الفئتين، يعني في القتال، إذا صار قتال بين المسلمين، هذه الفتنة، هذا من الفتن أن يكون هناك قتال بين المسلمين، يقول الرسول ابتعد عنها، ولو تكسر سيفك وسلاحك ابتعد عنه مهما أمكن. سأله رجل: إذا ما أمكنني، إذا أجبرت على الدخول في الصف وش أعمل؟ نعم، شوف الصحابة رضي الله عنهم لحرصهم على دينهم، يسألون عن الأحوال وش يسوون في الأحوال. نعم، فيضربني، قال رجل، فيضربني رجل بسيفه. أعد أعد. فقال رجل: يا رسول الله، نعم، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين؟ يقول: أنا من برايح، ما استطعت بعتزل، لكن إذا أكرهت، إذا أكرهت وجبرت على أني أدخل في القتال بين المسلمين، بين فئتين من المسلمين، نعم، أو قال إحدى الفئتين، فيضربني رجل بسيفه، نعم، أو يجيء سهم فيقتلني، نعم، قال: يبوء لإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار. نعم، إذا أجبرت على الدخول في الفتنة وقتلت، لأن اللي يدخل في الفتنة ويخوض القتال يصيبه ما يصيبه، قد يموت، ماذا يكون مصيره عند الله سبحانه وتعالى؟ يقول: إذا أجبرت وأكرهت فأنت ليس عليك ذنب، أنت مكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فالمكره معذور، المكره معذور والحمد لله. فإذا قتله أحد من الفئتين فالإثم على القاتل، الإثم على القاتل، وأما المقتول فيكون شهيدا عند الله سبحانه وتعالى. يريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. الإثم على القاتل، على المكره، وأما المكره فهو معذور. نعم.